حققت قوة دفاع البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله، حققت قفزات تنموية وتطويرية شملت مختلف المجالات والتخصصات. وتولي القيادة الحكيمة أهمية بالغة لتطوير قوة دفاع البحرين وتحقيق أهدافها بما يعود بالنفع على استقرار الوطن وأمن المواطنين والمقيمين.